بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك كتابة. أستأذن صديقي إبراهيم والسادة المشاهدين في مصر وعبر العالم في الوقوف لحظة حدادا على الضمير العالمي. أستاذ إبراهيم فلتتفضل ولنقرأ الفاتحة لشهداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي متابعي ملك وكتابة. الحلقة 864 يستهلها المهندس عدلي بقراءة الفاتحة على الضمير الإنساني العالمي ضمير الإنسان العالمي الذي مات وراح في سبات عميق، والشهداء أطفالا ونساء، عزل كبارا وشيوخا، يتساقطون على أرض فلسطين المحتلة. ألف رحمة ونور على الشهداء الأبرار، وألف سلامة وكل الدعوات بالشفاء لهؤلاء الجرحى وهم بالآلاف حتى الآن. يا باشمهندس أستاذ إبراهيم، مؤتمر السلام الذي دعا إليه السيد الرئيس أول أمس كشف كل المستور، وكانت ضربة معلم والناس بتختزل ولم يصدر عنه بيان، ولكنه جاء كاشفا. كل الكلمات سواء من الجانب العربي المؤيد للحق الفلسطيني وحق الدفاع عن الحياة وعن النفس، أو من الغرب الذي تحيز لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد ما توجهه من خلال اعتدائها، ولكن الجميع أجمع على استنكار القوة المفرطة، وأن ما يحدث هو تجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية وجرائم الحرب. ثم الكل دعا إلى سرعة إنجاز حل الدولتين، وجاء الرئيس ليضع الأمر واضحا ساطعا، لأن كل ما يحدث يا أستاذ إبراهيم ولن يكتفي بمشهد الانتقام مما فعله حماس يوم 7، ولكنها كانت الحجة والزريعة عشان تنفيذ المخطط الذي يحلم به اليهود بالدخول إلى سيناء. الرئيس جاء قال إن انتقال الأمر إلى سيناء والتهجير والدفع بالفلسطينيين إلى الخروج من وطنهم هو إهدار لحق البقاء للوطن الفلسطيني، ثم نقل الصراع إلى سيناء في خطوة جديدة لنقلها إلى مناطق أكثر عمقا في مصر. الكل العالم كله أصبح يشهد هذا الأمر. كمان الالتزام العربي برفض هذا النهج التهجير، نهج تغيير الواقع، لأن هل عاد لاجئو 48 حتى الآن؟ لا طبعا. أكبر قضية عند إسرائيل إن اللاجئين دول ما يرجعوش، لأن أصحاب حق هيقول لك عايزين أراضينا، فهم اللي هيخرج مش هيرجع، وإن العملية نقل الصراع إلى سيناء هو ده غاية المنى. فالمقصد واضح جدا، ويجب علينا هنا في مصر كفى مزايدات وكفى صراع أيديولوجيات وكفى ناس، يعني والله لن تتحرر قضايانا ولن نحقق أهدافنا العسكرية والاستراتيجية والسياسية وكل شيء بالتشدق ببعض الكلمات. ما تفعله مصر هو الوقوف على أرض الواقع بصلابة وقوة، والعالم الآن أصبح مستوعبا للمشهد بقدر كبير. ده كلام مهم واستهلالية أعتقد فيها كتير من المسؤولية الوطنية، ولعلها صرخة في محاولة لإيقاظ هذا الضمير الإنساني العالمي الذي مات.